الآن ما شاء الله الحمد لله خلصنا في المدينة المنورة الآن من خلف الحرم، والآن إن شاء الله بنتحرك إذا أراد الله إلى مكة. بعد إحنا مش في السيارة، الله يسهل لله ما شاء الله. الحمد لله كانت أيام طيبة، والتقينا بزملائنا من شباب كندا اللي كانوا يعيشوا في كندا، طيبين ما شاء الله جزاهم الله خير، ما قصروا. شباب طيبين ايضا، طيبين ما كنا نعرفهم اصلا، ولكنهم من المتابعين في اليوتيوب وصفحات الفيسبوك، هذا جزاهم الله خير، ما قصروا معنا ابدا. ان شاء الله اكيد يعني في شباب يلتقوا معنا في جده من زملائي اللي كانوا في كندا، وفي ايضا هناك شباب من المتابعين يلتقوا، فاحنا ان شاء الله نلتقي فيهم ونرد على اسئله كل من يستطيع بالنسبه للحياه في كندا. إن شاء الله الله يسهل ويساعدنا على عمل الخير. وأما السائلة فلا تنهر حسب الآية القرآنية، وأما السائلة فلا تنهر. هذا اللي بنحاول نحن نطبقه، إنه أي واحد يسألنا نحاول نساعد باللي نقدر عليه، والله يسهل ويفرج همهم وهمنا بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذه بعض المناظر من المدينة المنورة. خرجت من الحرم وجه الفندق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بكون في مكة الأيام الجاية هذه، فإذا في حد شيء نلتقي ولا أي شيء في مكة أو في جدة تواصل معايا إن شاء الله. أي واحد يشتري رقمي هنا أنا بجيب له رقمي، رقم السعودية، إذا يشتي يقابلني أهلا وسهلا، وبرد بقدر المستطاع، ولا نطلب منكم إلا الدعاء. فأنتم يا أهل المدينة وأهل مكة ما شاء الله عليكم نيالكم جنب الحرمين، فالله يسهل ويفرج همكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.